بسم الله، السلام عليكم. مرحبا بكم معنا اليوم في قناة ماما صباح الأعمال اليدوية. أتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غنديرو الجزء الثاني، غادي نوريكم طريقة الخدمة ديال هاد الكوزة هادي. بحال هكا دايرة، المرة اللي فات درنا هاد السنين هادو، دابا غنديرو هادي كيفاش نخدمو هاد الكوزة. على بركة الله، نجي هنا نضربو في هاد العين هنا بعد السنينة، ونرجعو نضربو في هادي نبدا من تحت الخيط في القاعدة. غنضربو هنا خويط اللي غنضربو فيه جوج، اللي غيهز لنا جوج دقات، واحدة هاد تاني. نجيو هنا وسطهم نضربو دقة، نديرو هكا الخيط تحت منها، نديوها الجهة باش نديرو هاد العوينة هنا، باش نصايبو هاد العوينة. هاي نجي عاوتاني لهاد البلاصة هنا، نجي عاوتاني بيناتهم. نضرب هاد العوينة اللي عندي هنا، بحال هكدا. من دابا أنا كملت هنا، غنشد هنا عاوتاني، هنا غنضرب جوج دقات، هاهو. ملي تيكون عندنا الجاكار العادي اللي كان عندنا من قبل لكن الطاس ديالو في القناة، تنكملو هنا، نكملو هاد الدقات ونعاودو نشدو هادو باش نديرو تيكون جاكار هنا واحد، تتكون هاكا الجاكار كوزة هنا يعني، ولكن مجموعة من الوسط. هادي لا، هادي مادام مفرقة بحال هكدا. مين ضربت في هاد البلاصة هنا ما غنضربش في هاد العين هادي، لا غادي نرجع بحال هادي هنا. نضرب هنا بين جوج، بيناتهم جوج، هادوك جوج دقات اللي كنتات غنضرب جوج بيناتهم، نضرب هادي هنا. هاي عشان نضرب هاد اللي درنا هنا في هاد القنيتة هادي، نرجع هنا مثلا نضربو هادي تكون في الجنب، تنطلعو يدينا الفوق إلا كنا طالعين، غنطلعو يدينا الفوق باش نخلقو هاد الوحيدة هنا. هيا كنا هابطين تنديرو العكس، نكملنا هادي عاوتاني غندوزو لهنا.
غنبقاو مع هذا الصف هذا كامل نكملوه كله دريجات. هانتوما دابا غنطلع يدينا هاكا الفوق، نجر الخيط الفوق باش نكخي هداك السنية هنايا في الجناب. هاني غنخدمها هنا، هاهي هنا ملي غندير في هادي كيما درت في الاخرى، غنخشي وسط البلاصة الخيط، غنتشدو بحال هكا في صبعي هاهو، باش نطلق ونجيب الخيط لتحت. حنا هابطين يعني دونك خاصني نهبط الخيط لتحت باش نخلقو هاد لي سكونة بجنب تجي باينة. نبقاو غادي بحال هكدا حتى نكملو هاد الصف. هي غير تبغي تكون موجدة الخيوطات كتاد مبرومين، حيت كل صف غديريه بخيط. كما سنقول دائما حنا طالعين الخيط داير لتحت، نهبط الخيط داير لفوق، يبقى دائما من تحت الخيط. هذا هنا هو اخر بقى، هنايا هي اخر كعبة غنساوي هنايا مربع. هنايا صافي طوف الحد، يعني هذيك الساعة اللي غطلع عاوتاني خط اخر من هاد الجهة هادي بحال هاد الشكل، غتجي هذا بحال هذا غادي يجي هنا ان شاء الله. دابا عاوتاني غندوزو الصف الثاني، تنبقاو غادي بحال هكا صف بصف. دوزنا الصف الاول، غنتبعو الصف الثاني من هنا، الصف الثالث، الرابع، الخامس، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، يعني تسعة صفوفة كلهم غيهبطو بحال هكذا هكا باش تجمع لينا في الاخر هي بوحدها تجمع لنا الجوزه. عشان نضيف هاد العوينه اللي عندي هنا في الجنب، هكذا عاود نشد في هاد العوينه اللي عندي هنا. عاود هنا نعمل جوج دقات، هنا نطلعو الدين الفوق باش نزيدو هاد العوينة عندنا هنا في الجناب هادي، حيت غادي نخدمو عليها. هنا غنشد راسي هنا،
الفرق بين سنكون نديرو في هاد الخدمة هي كاع الصفوفة غنخدمو بنفس الشكل، غير حاجة واحدة هي أننا ملي هاد الصف هذا ما غادي نكملوه هنا حبسنا هنا، ما غنقادوش مع هادي، غنزيدوه واحدة أخرى هنا، تزيد واحدة على هادي، ملي غاد الصف لي غادي يكون هابط هنا غتكون واحدة هاكا خارجة هنا. باش ما تلفكمش بلا تنوصل لكم تلزم ان شاء الله. صافي غنبقاو غادي بحال هكدا باش ما نطولش عليكم، انا غنخدم شويه توصل تما ونرجع عاوتاني عندكم. كيما قلت لكم ها هي السطر الثاني، شفتوا انا وصلتها قد قد هذه، ولكن ما غاديش نخليها قد قد هذه، غنزيد وحده، غنزيد مربع هنا نزيد واحد مربع هنا. نفس الشكل بالنسبه للاخرين كلهم، غنبدا عاوتاني وحده اخرى من هنا ونكملها حتى نوصلها عاوتاني، نزيد حيده حدا قد هادي قدام هادي بحال هادي هاهي شفتوها بحال هكا، نبقى نزيد ها هو اللولى، الثانيه زدنا حداها قدامها وحده، الثالثه كذلك هي زدنا، الرابعه تنبقاو ديما نزيدو، هي بوحدها تتخرج بحال كوزه حتى نوصلو هنا للخط، باش نكونو نوصلو لهاد الخط الاخراني باش نوصلو لهذا ونكملوه، صافي هاد الكوزه عندنا تكونات وتكملات بهذا الشكل هذا. هاي نتمنى نكون فسرتها ليكم وبينتها ليكم، هاي ما تنساوناش بالتعاليق وما تنساوناش باللايك والاشتراك في القناه، رحنا بكم باش غادي لقدام، وتنشكر اي واحد يدخل القناه ديالي وتعمل لي لايك وتعمل لي اشتراك، شكرا جزيلا للجميع ويوم مبارك سعيد، والسلام عليكم، وديما لايك ديما لايك ديما لايك 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 لايك، شكرا.